أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد. وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد. وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني يا بني لا تشرك بالله
يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. ووصينا الإنسان بوالديه ووصينا ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس
لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إليه ثم لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إليه يا بني
أبا إن تك مثقال حبة من خردل فتكن فتكون في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير. يا بني يا بني يا إنها إن تكون
مثقال حبة من خردل فتكن إِنَّ أَنكَرَ
الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ 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 باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ اقرأ وربك الأكرم اقرأ باسم ربك اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى إن إلى ربك الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين
مالك يوم الدين إياك نعبد إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم ألف سبحت لك الطير في السماء وخلقت الانسان المهدر كن رحيما بالمسلمين يوم يقوم الحساب ما في الدنيا وقار ما في الدنيا ثبوت نبني البيوت وحبنا تنهار تلك البيوت كل البرايا تفنى فسبحان رب العرش الذي لا يموت وبعد اخوتنا اخوة الايمان الاسلام عشنا اياكم وخاشعين للتداوى تلا عليكم فخر كراد جمهورية مصر العربية استاذنا القارئ الشيخ محمد حسين الحمامي العضو مركوم كراد جمهورية مصر العربية مقيم معروف هذه البلدة هندسة صوتية إنارة كهربائية ركبة جزء محلة مخازن الباشمهندس هاني علول مقيمة مربى هذه البلدة لكل من جانا بالعزاء كان السائل مشكور سائلين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد براسع رحماته وأن يسكنها فسيح جناته وأن يلم أهلها وزويها الصبر والسلوان وشكر الله لكم سعيكم جميعا.